سواء كنت جايب 50 نقطة أو جايب 80 نقطة أو جايب 100 نقطة، فأهم حاجة تعملها بعد الجولة الأولى إن أنت تهدى على نفسك خالص. ازيكم يا شباب واهلا بيكم في حلقه جديده والاسبوع الثاني من فانتسي البريمير ليج. احيانا الناس اللي عندها زينشينكو، مارتينيلي، هالاند، صلاح، هي الناس اللي خرجت مبسوطه من الجوله الاولانيه، اللي عنده دفاع من السيتي، دفاع من تشيلسي، لكن الناس اللي راحت في سكه هاري كين وحتى سون، دفاع توتنهام، دفاع مانشستر، لعيبه مانشستر عموما، كل ده خيش خالص. لكن في رايي زي ما قلت لك كده في الاول ان انت اهم حاجه تعملها في البدايه ان انت تهدى خالص، عشان مفيش اي حاجه تستدعي ان انت تاخد قرار متهور ما بعد الجوله الاولى مهما كان عدد النقط اللي انت هتجيبها. وعشان نظبط ده مع بعض كده خلينا نسال كام سؤال ونجاوب عليه. السؤال الاول، هل كان اختيارك لكين على حساب هالاند اختيار غلط؟ في رايي ان هو لا تماما. ليه لا؟ هاري كين هو مهاجم في فرقه من فرق التوب في انجلترا. هاري كين مش محتاجين نتكلم عن هاري كين وارقام هاري كين وتسجيله التهديفي وخلافه. سون هو هداف البريمير ليج، الاثنين لعبوا بري سيزون ممتاز جدا وعدد ماتشات كبير. هاري كين مسجل 5 تجوان، سون مسجل 2 وصنع 4 في البري سيزون. الناحيه الثانيه هتلاقي هالاند، طبعا ما فيش كلام عن هالاند، وكده كده هالاند كان هيسجل وهينفجر، لكنه ما لعبش نفس عدد الدقايق البري سيزون وكان مصاب في البدايه بتاعته، وبيلعب فريق اوي واستهان اوي اللي هو المركز السابع السنه اللي فاتت. الناحيه الثانيه كين بيلعب ساوثامبتون في ملعبه، فكان الطبيعي والمنطقي ان احنا نشوف ان هاري كين فرصته اعلى او سقفه اعلى في النقط، مش ان هو ده هيجيبه ده لا هو كان متوقع عادي ان الاثنين يجيبوا، بس انت بتختار السقف الاعلى. اللي حصل كان عكس كده، كين بلانك، سون حتى كمان نفسه عمل اسيست واحد. انت بتتكلم في 4 تجوان الفريق مسجلهم، وسون وكين هم اهم 2 في الفريق عاملين اسيست واحد بس. الناحيه الثانيه طبعا هالاند انفجر وبدا الانفجار، فلو انت من الناس اللي جابت كين زي حالاتي طبعا يعني، فانا في رايي ان انت ما غلطتش خالص في الجوله الاولى. السؤال الثاني والاهم، هل انت اللعيب اللي انت بتجيبه سواء كين او هالاند او ارنولد او روبرتسون او اي لعيب تاني، هل انت منتظر منه ان هو يجيب نقط كل جوله؟ لو الاجابه ففي مشكله عندك في الموضوع ده، لان مفيش لعيب مهما كان قوته هيجيب نقط كل جوله. لو الاجابه لا، فاعتبر ان واحده من الجولات اللي هو مش هيجيب فيها نقط كانت الجوله الاولى، وان هو الجوله الثانيه عنده ماتش احسن ممكن يجيب فيه نقط، او حتى ماتش اصعب ولكنه لاعب بيج هيتر فيقدر يجيب نقط. يعني ليفربول مثلا تبص على ارنولد وروبرتسون بيلعبوا كريستال بالاس في انفيلد، اول ماتش في انفيلد وطبيعي متوقع ان هم يقدموا اداء كويس ويجيبوا نقط كويسه. هاري كين نفسه حتى ولعب تشيلسي ديربي لندني وهو هداف ديربيات لندن، فممكن يجيب. طبعا في لعيبه سقفها اعلى، ولكن هو الكلام بس ان انت لما بتجيب لعيب مش مستني منه يجيب نقط معاك كل جوله. هل اللي عمله نونيز في الجوله الاولى كافي ان انا اجيبه عشان اتخلى عن اي لاعب تاني من ليفربول؟ او لو انا جايب 3 ابيع واحد منهم عشان خاطر دارون نونيز؟ في رايي استنى. ليه استنى؟ دارون نونيز هيجيب جوان زيه زي هالاند وهيبقى واحد من هدافين الدوري بشكل عادي جدا، ولكن اعتماد نونيز الاول هيكون جاي منين؟ جاي من العرضيات. العرضيات دي جايه منين؟ جايه من ارنولد، جايه من روبرتسون، جايه من صلاح، جايه من لويس دياز. فاوريدي انت لو عندك 2 او 3 من اللعيبه دي، فاي جون هيجيبه نونيز نسبه ان انت تاخد منه نقط كبيره جدا، وكده كده جون المهاجم ب4 والاسيست اصلا ب3، فالفرق نقطه واحده. ما بقولكش ان انت ما تروحش تجيب نونيز مستقبلا، ولكن ما تتسرعش في ان انت تعمل الخطوه دي، فتلاقي نفسك بتبيع لاعب ممكن يفيدك مستقبلا او حتى تعمل ماينس في بدايه الدوري يبعدك عن الناس اللي تحتك خالص. ومناسبه الكلام عن الدوري والترتيب، فاحنا عندنا ليج جديد عملناها، هتلاقي الكود بتاعها هيظهر لك في الديسكريبشن لو انت على يوتيوب، لو انت على فيسبوك او على تويتر هيظهر لك هنا خلال الحلقه وهتلاقيه في اول كومنت موجود، تقدر تنضم في الليج بتاعتنا. هل خيسوس بملكته الكبيره دي كلها لما ما عملش حاجه اول جوله فانا طبيعي ان انا اتخلى عنه او انزل في الفلوس مثلا واروح لحد زي متروفيتش؟ في رايي برده ان الاجابه لا. جابريل خيسوس كان خطر جدا مع ارسنال في بدايه المباراه، كان يقدر يسجل مره، كان يقدر يعمل اسيست مره، ولكنه خرج من غير نقط. الماتش الجاي هوم قدام ليستر اللي اثبت مشكله دفاعيه كبيره في المباراه الاولانيه قصاد برينفورد خصوصا في العمق، فلو انت عندك جابريل خيسوس وما كنتش من الناس اللي اتسرعت وبعته لحد دلوقتي، فرايي ان انت استنى عليه واصبر عليه ان هو هيكون مفيد جدا مستقبلا. ولو انت مش شايف ده، فعلى الاقل عشان الاونر شيب بتاعته لما هو يجيب جون ما تزعلش، بتتكلم في لاعب 70% اونر شيب على الاقل، فرانس ان هو يعمل اسيست او يجيب جون فانت اول حد هتتضرر بنسبه 100%، فما تبقاش انت حد من الناس اللي راحت عشان تعمل الضرر ده. انا بصيت في الجوله اللي فاتت ولقيت ان نيتو ما عملش حاجه، ليون بيلي ما عملش حاجه، راشفورد ما عملش حاجه، سانشو ما عملش حاجه، اللعيبه اللي هي من الاخر مش هقول لك سانشو ممكن اللي تحت سانشو شويه من 7 مليون لحد الاخر كل الناس دي ما عملتش اي حاجه خالص. هل احنا كده قررنا كان غلط ان احنا نجيب لعيبه من دول او ان احنا كان لازم نزود مدافعين؟
مش هقول لك مش هقول لك لا عشان ده هيثبته الايام اللي جايه. نيتو مثلا كان كويس جدا في الملعب، ليون بيلي كان واحد من اهم لعيبه استون فيلا في الماتش. الفرقه بشكل عام ما كانتش في افضل مستوياتها، ولكنه كان حركي، لعب 90 دقيقه ودي حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا، لان هو كان اكبر قلق عليه الاصابات. الماتش الجاي بيلعب ايفرتون هوم، فليه لا ما يكونش واحد من اللعيبه اللي بتسجل في الجوله اللي جايه. راشفورد كان سيء جدا، ولكن في النهايه زي ما بقول لك البدايات بتاعه الدوري هي عباره عن فرصه لاستكشاف اللعيبه. انا بحاول اعرف مين دول، يعني ده كويس ده وحش، ده بادئ الموسم عامل ازاي، ده عنده ماتش سهل اللي بعده صعب، ده عنده ماتش هوم اللي بعده اواي، والهوم والاواي في وجود الجمهور بتفرق بشكل كبير جدا. ما بقولكش انت اصبر على اللعيب ده 5 أو 6 جولات، ولكن على الاقل انت بتتابعه جولتين ثلاثه، تبدا بعد كده تاخد القرار سواء هتجيبه او هتبيعه او هتدور على حد تلحقه في ماتشات كويسه او تجري منه، عشان هو كده كده مفيش منه امل. هل قرار اللعب ب4 او ب5 مدافعين هو قرار صح او غلط؟ الجوله الاولى اثبتت ان في جزء منه صح، ولكن برضه مش هديك حكم نهائي بشكل عام. انا بحاول هنا افسر لك الاسئله اللي انت بتسالها لنفسك ونحاول نلاقي ليها اجابات. مثلا وانت جايب ارنولد وكانسيلو وجيمس وروبرتسون، فانت متوقع جدا ان الاربعه دول يطيروك، الناس دي هتجيب نقط دايما، ولكن لما يجي جوله يعطل فيها 2 منهم فانت حسيت ان لا ده في مشكله. ولكن الجوله الجايه ممكن تلاقي الاثنين اللي عطلوا دول هم اللي شغالين، واللي كانوا شغالين كانسيلو وجيمس ما يجيبوش نقط، او تلاقي في جوله الاربعه جابوا، وانس ان الاربعه جابوا انت حاسس ان انت طاير في السماء. فعن تجربه وعن كلام سابق قبل كده، لما يكون عندك الاربع مدافعين التقال دول كمل ثقه فيهم، والثقه دي هتجيب نتائجها، لو مش الجوله دي هتبقى الجوله اللي بعدها. طب في اللي جاي هل في لعيبه لفتت النظر؟ هل في حد لازم اروح اجري عليه؟ طب والسؤال الاهم، هل انا لازم دلوقتي لو عندي كين وما عنديش هالاند اروح ابيع كين واجيب هالاند؟ للاسف لحد ما نشوف الحلقه دي فغالبا هيكون سعر هاري كين نزل وسعر ايرلينج هالاند عالي. بس بعيدا عن كده، لو هتسالني بشكل مباشر، فقرار التحول من كين لهالاند هو قرار منطقي جدا، خصوصا لو انت كنت لحقته قبل ما سعر كين يقل وسعر هالاند يزيد. ليه؟ كين عنده ماتش جاي قدام تشيلسي، ممكن يسجل، بس بنفس النظريه اللي احنا عملناها عشان نجيب كين في الجوله الاولانيه، ان ده سقفه اعلى، فاكيد سقف هالاند قصاد بورنموث اعلى بكتير. تاني حاجه هو موضوع زياده ونقص السعر في بدايه الموسم، انت تبقى محتاج تعمل ده عشان تامن نفسك من الزيادات او من النقصان في الاسعار. الحاجه الثالثه هي ان اللي قدمه هالاند قصاد وستهام يخلي اي حد يترعب يدخل من غيره، وهو بيلعب فريق صاعد وفي ملعب الاتحاد كمان، اول ماتش ليه في ملعب الاتحاد، فاكيد هيحب يظهر نفسه. هالاند شاط 5 كور في الماتش، هو تاني لاعب في الدوري كله شايط في الاسبوع اللي فات، شايط كورتين اون تارجت، جاله 4 فرص خطيره، فراجل مرعب بشكل كبير، خد ضربات الجزاء، هو اصلا ما اداش حد فرصه، خد ايه، هو الراجل وقع بالكره في ايده قام عشان يشوطها. وجوارديولا اتكلم بعد الماتش ان دي حاجه كويسه، وان ضربه الجزاء محتاجه ثقه، وبالتالي فغالبا هالاند كمان مع ضربات الجزاء. فكل الحاجات دي تخلي ان مروحك من كين لهالاند منطقي، مع التاكيد ان انت قرارك في الاول بوجود كين ما تلومش نفسك عليه لان هو ما كانش قراره. ايه الحل في باكات توتنهام؟ انت لو بتتفرج على الماتش اللي فات فانت لقيت ان سيسينيون جاب جون تاني واتلغى، لقيت ان ايميرسون رويال الباك التاني عامل 2 اسيست، فهل دي حاجه تخليني اروح اجيب الناس دي؟ دي حاجه بالنسبه لي مفيده مستقبلا، بس مش مفيده دلوقتي. يعني انا مستحيل اروح اجيب ايميرسون رويال، او مستحيل اروح اجيب سيسينيون. ليه؟ لانهم عندهم 2 بره بينافسوهم هم اللي غالبا هيركبوا قدام، ايفان بريسيتش على الشمال ومات دوهيرتي على اليمين، او حتى الصفقه الجديده ده جين سبينس. فبالتالي ايه اللي مطلوب مني اعمله مع باكات توتنهام؟ اكمل متابعه. الكور القطريه اللي بيلعبها كلوسوفسكي لسيسينيون واللي بيلعبها سون لميرسون رويال هتكون مصدر خطوره كبير لما الناس الاساسيه دي ترجع وتاخد مكانها، بس ما تروح لهاش غير لما تضمن ان هو مسك مكانه اساسي، عشان الحاجات دي ممكن تتغير في اي وقت. وكنت اتكلم بعد الماتش اللي فات ان لسه الصفقات الجديده محتاجه وقت، والكل محتاج ينسجم مع بعضه، فدي حاجه ممكن تخلي فينا قوس خطر شويه على بريزيتش وعلى سبينس دوهيرتي يمكن لما يستعيد لياقته. ونفس الكلام ينطبق على كلوسوفسكي وريتشارلسون. كلوسوفسكي قدم مباراه ممتازه جدا، وكان الخوف كله قبل الدوري ان هو ماتش او 2 وهيبدا ريتشارلسون ياخد منه لانه مدفوع فيه 60 مليون، ولكن الاداء اللي قدمه كلوسوفسكي وكلام كونتي هيصعب المهمه جدا على ريتشارلسون انه يدخل التشكيل الاساسي، واعتقد هياخد شويه وقت كمان. اتكلمنا عن ارنولد وعن روبرتسون وعن جيمس وعن كانسيلو وعن ادائهم ودورهم وانت مستني منهم ايه في اللي جاي. طب مفيش حد كده في السعر اللي تحت ظهر وبرز تقدر تبص عليه؟ في 2 مهمين جدا واتكلمنا عنهم قبل بدايه الموسم، زينشينكو وكيرا تريبي. زينشينكو مع ارسنال قدم مباراه ممتازه في الناحيه الهجوميه، عمل جبهه قويه جدا مع مارتينيلي، وكون ان الناحيه الثانيه كيفن وايت اللي هو في الاصل اصلا مدافع
فما بيزيدش كتير، فمخلي زينشينكو دايما طاير، دايما عامل الجبهه مع مارتينيلي، فدايما خطر ودايما هيبقى مصدر نقط ومصدر بونص، لانه بيلمس الكره كتير وبيلعب عرضيات كتير وبيروح على الجون كتير. فزينشينكو في رايي اختيار بديهي جدا. لو انت عايز تقلل حد من دفاعك، جيمس او كانسيلو وارنولد او روبرتسون، وهيكون شايف لسه بدري، بس هو اوبشن كويس تفكر فيه للمستقبل. نفس الكلام كيران تريبييه اللي عنده في الجوله الثالثه، خلي بالك لو هتجيبه مانشستر سيتي، وفي الجوله الخامسه عنده ليفربول، فلو هتجيبه دلوقتي خلي بالك من الحته دي، مفضلش ان انت تجيبه، استنى عليه. انا شخصيا هستنى وابص عليه لحد الجوله الخامسه، وبعد الجوله الخامسه ماتشاته هيبقى احسن، وساعتها تقدر تعتمد عليه. تريبييه هو مفتاح لعب مهم جدا لنيوكاسل، ما كانش الاهم مع عدم وجود جناحين قادرين ان هم يخلقوا دايما الخطوره، فدايما تريبييه هو اللاعب الطاير، وبيرمي له برونو جيمريش الكره الطويله عشان توصل له ويلعب كره بالعرض، في انتظار انها تبقى مثمره اكتر في الاسابيع اللي جايه. اخر اسمين عايز اتكلم عنهم سريعا، الاول هو جيمس ماديسون من ليستر سيتي، كان بيلعب اقرب لمهاجم تاني في البدايه في وجود فاردي لوحده، كمان مع اصابه هيرفي بارنز، قريب كتير جدا من الجون، لعب كل الضربات الثابته، فانت محتاج دايما تخليه تحت عينك. ماتشات ليستر يعني قوي شويه وشويه، هو برده اكيد مشغول بالانتقالات، ولكن قريبا جدا ماديسون هيكون سواء في فريقه او في فريقه الجديد هيكون واحد من اللعيبه المهمه جدا في الموسم. على العكس تماما ظهر ميسون ماونت. ميسون ماونت مع تشيلسي في الماتش الاول، هو مع جزء من الضربات الثابته وكل حاجه، هو اللاعب الاهم في الفرقه كرويا، ولكنه من ناحيه الفانسي كان بعيد قوي عن الجون، متطرف بشكل واضح جدا، او كمان بيسقط يستلم كتير في نص الملعب، فكان بعيد عن الجون. فلو انت ما عندكش ماونت خليك مأمنه واستنى عليه، ما تروحلوش دلوقتي. طبعا انت مستغرب لحد دلوقتي ليه ما اتكلمتش عن متروفيتش، راجل جاب جونين، مرقص فان دايك واخد ضربه جزاء، طلع في الهواء جاب جون بدماغه قدام ارنولد، فانت ليه ما اتكلمتش عنه؟ متروفيتش حاجه ذكرياته السيئه قبل كده كتير قوي، فهو عنده رصيد من السوء كبير قوي. فولهام السنه دي مش هيبقى فولهام بتاع المره اللي فاتت لما هبط، هيبقى مش هقول لك منافس على الهبوط، هو هيحاول ان هو يهرب من الهبوط، عنده فريق بادئ كويس، ماركو سيلفا مدرب مختلف تماما عن سكوت باركر وافضل منه بكتير، ولكن في نفس الوقت متروفيتش مش هيلاقي نفس المساحات دي في كل جوله. متروفيتش اللي كان بيخلي الناس تشيب في اول الدوري كل مره مش هيبقى بنفس السوق، ولكنه ما عندوش نفس الشراهه التهديفيه في كل ماتش اللي تخلي الناس تجري عليه دايما وتجيبه. هيجي له وقت في الاوقات في الدوري وهنستعمله، هيجي له اربع خمس جولات انت محتاجهم فيها، هيجي له جوله دبل وخلافه، ولكنه مش مهاجم تخليه وتكمل بيته للموسم. مين بقى يكون في دريم تيم الجوله الثانيه؟ الحقيقه الاختيار كان صعب في مراكز كتيره، وفي ماتشات كده مقلقه، وفي حارس انت عايز تجيبه بس عايز تجيب له مدافع. خلينا نبدا كده على طول في حراسه المرمى. انا اخترت دين هندرسون حارس نوتنجهام فورست، هيلعب في ملعبه قدام وستهام، ماتش في ملعبه، فدي حاجه مهمه جدا بالنسبه له. عدد تصدياته دايما كبير، الماتش اللي فات صدل 7 تصديات وصد نيوكاسل قبل ما يستقبل الجولين. وارد ما طلعش كلين شيت، بس وارد بنسبه كبيره جدا ان هو يكون بيجيب عدد تصديات كويس، ولو خطف كلين شيت فانت اكيد ضمنت دبل ديجيت. مش هختار حد حارس من الفرق الكبيره عشان مختارهم في الدفاع، ومش عايز ادبل ما بين كذا فرقه بصراحه، كفايه فرقه واحده بس هي اللي متدبل منها الاسبوع اللي جاي. في خط الدفاع هتلاقي اندرو روبرتسون، ليه مش ترينت الكسندر ارنولد؟ لان بالنسبه لي اندرو روبرتسون على الناحيه اليمين بتاع كريستال بالاس هيكون اكثر خطوره، وهيقدر يخترق منها الثنائيه بتاعته مع لويس دياز، هتخليه اكثر قوه، واعتقد ان هم هيوصلوا كتير للجول بتاع كريستال بالاس، وممكن تاخد منه اسيست او حاجه. الاختيار الثاني هو ماتيكاش بعد ما انغلبوا 2 من بورنموث، بيلعب ايفرتون هوم، مايكولينكو بيسيب وراه مساحات كتير قوي، فممكن ماتيكاش يستغلها، تاخد منه اسيست، تاخد ممكن شوطه من بعيد تجيب جون ولا حاجه. ايفرتون عنده مشاكل كتير دفاعيه، وبرده هجومه مش قوي لانه ما عندوش مهاجم حتى الان، فليه لا يعني ماتيكاش يخطف اسيست او يجيب جون. الاختيار التانيين في الدفاع هم 2 من فرقه واحده، الباكين بتوع مانشستر سيتي، كانسيلو ووكر. ليه كانسيلو ووكر؟ لان الاثنين مركزهم في الملعب قصاد ويستهام كان اشبه باثنين لعيب الثمانيه في نص الملعب قدام رودري. هل ده يخليهم اقرب للجول؟ مش شرط ومش دايما، ولكنه بيخلي عدد تمريراتهم الصحيحه كتير، وبالتالي نسبتهم او ترشحهم للبونص دايما اعلى. فبورنموث في ملعب الاتحاد يعني المفروض كلين شيت، لو حد فيهم خطف له اسيست ولا حاجه يبقى انت كده زي الفل قوي قوي وجبرت يعني. في نص الملعب هنختار اربع اسماء. الاسم الاول هو محمد صلاح قدام كريستال بالاس هوم، اول ماتش في الانفيلد، وان كان عارف الناس دايما عندها قلق شويه من موضوع صلاح والجوله الثانيه، زي ما صلاح دايما بيسجل في الاولى فصلاح دايما عنده مشكله في الجوله الثانيه من البريمير ليج، ما تفهمش ايه الموضوع ده، بس غالبا يعني او متوقع ان هو يقدر يكسر الكلام ده السنه دي، بيلعب هوم قدام كريستال بالاس فيقدر يطلع بايه على الاقل بجون يعني. الاختيار الثاني هو سون هيونج مين قصاد تشيلسي،
كاليدو كوليبالي عمل مباراة ممتازة جدا مع تشيلسي وصاد ايفرتون، ولكن ثنائية كوليبالي وتياجو سيلفا لما يكونوا الاثنين مع بعض ويتلعب في ظهرهم حد سريع اعتقد هيكونوا بيعانوا بشكل كبير جدا، ويقدر سون ان هو يستغل واحدة من التمريرات الطويلة اللي لعبها هاري كين او كمان دلوقتي بيلعبها كروسوفسكي ويسجل. الاختيار الثالث بالنسبة لي هو بيدرو نيتو. ليه بيدرو نيتو؟ هيلعب هوم اول ماتش في الملعب في الموسم قصاد فولهام. فولهام اثبت ان هو فريق قوي وقدر يقارع ليفربول الجوله اللي فاتت، ولكنه عنده مشاكل دفاعيه كثيره جدا في الكرات العرضيه وفي تمركز لعبته يقدر يستغلها واحد زي بيدرو نيتو. الخيار الرابع بالنسبه لي زي ما اخترت ماتي كاش اختار ليون بيلي. انا عارف ان كده كده مستواه كان سيء، كان بيحاول يتحرك في كل مكان بيحاول يقدم حاجه، مفيش طبعا انتاج في النهايه لاي حد من استون فيلا، ولكن متوقع ان هو الماتش اللي جاي قصاد ايفرتون يقدم اول اتاكينج ريتيرن ليه في الموسم. وفي خط الهجوم عندنا اسمين، واحد فيهم اكيد انت عارفه هو ايرلينج هالاند، بيلعب في ملعب الاتحاد قصاد بورنموث، فاكيد الراجل ده لازم يكون في الدريم تيم. يعني اقبال الناس عليه مع بعض فجاه ده يخليك تقلق شويه، بس الطبيعي ان هو يعمل حاجه الجوله الجايه قصاد بورنموث. واخيرا جابرييل خيسوس قصاد ليستر سيتي. ليستر سيتي في الجوله اللي فاتت ظهرت معاناته بشكل كبير جدا في الكور العرضيه، في كمان التمركزات بتاعه لعيبته في العمق، شفنا الجون الاول اللي جه وحتى كمان الجون اللي اتلغى بعد كده. فبالتالي في رايي جابريل خيسوس هيوقع على اول اهدافه الموسم ده، وهنشوف ترنى بالتليفون في ملعب الامارات الاسبوع اللي جاي. بس كده يا شباب، ده كده كان كل اللي عندنا في الحلقه. لو انت على فيسبوك اعمل لايك، على تويتر اعمل لنا تويت، لو على يوتيوب اشترك في القناه وانتظر دايما مننا كل جديد، ونتقابل الاسبوع اللي جاي نشوف الدريم تيم ده عمل ايه. تشترك معنا في الليك بتاعتنا تلاقي الكود بتاعها بيظهر لك خلال الحلقه. نتقابل قريب باذن الله، وسلام.